مساء الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم مجددا وحلقة جديدة من برنامج على المحور. يبتسمون فتشعر أن هذه الأرض على ما يرام، لديهم ما يكفي من البراءة والجمال والمودة، بسطاء للحد الذي يجعلك تؤمن بسهولة الحياة، قريبون إلى القلوب إلى الدرجة التي تجعلك تعيد تعريف المحبة، ممتلئون بالأحلام نراها عادية ويرونها عظيمة، يستحقون أن نمنحهم اهتماما أكبر ورعاية أشمل واحتواء أفضل. ماذا يجب علينا تجاههم؟ الحب والإحساس وتقاسم الحياة وتقريبهم لنا لنحتفظ بابتساماتهم وقلوبهم وطهارة أرواحهم. حلقتنا النهاردة تهم أسر كتير وتهم قطاع كبير في المجتمع. حلقتنا النهاردة وضيوفنا هم المعنى الحقيقي للتحدي، المعنى الحقيقي للتغلب على الذات في سبيل تحقيق الذات. ضيوفنا النهاردة محتاجين نشوفهم، محتاجين نشوف ناس بتعافر، ناس بتنجح، ناس بتصمم لغاية ما توصل ويبقوا أبطال. خلاصة الكلام، لا المرض ولا العجز ولا حتى الإعاقة ممكن تحدد طموح الإنسان. الإنسان ممكن يقفز إلى عنان السماء طالما في إرادة. رحبوا معايا بضيوفنا الأستاذة هدير مخلص، أستاذ التربية الخاصة بكلية علوم الإعاقة والتأهيل. الطفل أحمد. أحمد إزايك؟ حافظ القرآن عن 7 سنين ووالدته. الطفل أيمن جميل، حاصد الميداليات وحاصل على 6 ميداليات ذهبية في الكاراتيه، ووالدته مدام وفاء أهلا. والطفل أدهم، أدهم مغني في كورال الأوبرا وبطل سباحة، ووالدته مدام داليا. بداية أستاذة هدير، عايزاك تقولي لي يعني إيه إعاقة، وهل الموهبة أو اهتمام الطفل بيختلف على حسب الإعاقة؟ طبعا هو بيختلف على حسب الإعاقة. الإعاقة هي أصلا عدم مقدرة الفرد إنه يؤدي دوره اللي بتطلبه منه الحياة طبيعية نتيجة وجود مشاكل في أعضاء الجسم أو المشاكل الوظيفية والمشاكل السيكولوجية، طبعا على اختلاف أنواع الإعاقة سواء كانت بصرية، سمعية، جسمية، عقلية. طبعا الإعاقة المعاناة منها تختلف طبعا على حسب درجة الإعاقة وعلى حسب قابليتها للعلاج وعلى حسب المبادئ السائدة في المجتمع. في درجات الإعاقة بيكون منها شديد ومتوسط وبسيط، في منها بيبقى قابل للعلاج والأجهزة التعويضية وفي غير قابل طبعا. طب الموهبة؟ الموهبة يعني الأمهات دلوقتي في بيوت فيها إعاقات مختلفة، هل الأمهات تكتشف إزاي المواهب باختلاف الإعاقات؟ هل مثلا متلازمة داون لها موهبة معينة ولا على حسب اهتمامات الأم؟ هو الموهبة في الأصل، الموهبة أصلا استعداد فطري الطفل بيولد بيه، طبعا البيئة ملهاش دخل بيه، يعني هو هنا موروث وليس مكتسب تمام. لكن في العموم بيظهر للطفل بعض السمات بخصوص الجانب الموهبة هو متخصص فيه، يعني من سمات الطفل انه يكون عنده حب استطلاع، انه يكون مهتم جدا بجانب الموهبه دي عن باقي الجوانب، انه يكون متميز عن اقرانه هم في نفس سنه. جوانب طبعا ده يعني ده بلس جهود الام بقى وجهود الاسره انها بتداوم على مثلا لعبه معينه، طبعاً بتداوم على موهبه معينه. لازم الام تبقى عندها ملاحظه دقيقه جدا لاداء الطفل، ولازم طبعا تكون تقارن الطفل بينهم في نفس السن وتشوف هل في تميز. لكن مثلا المتخصص يعني ما ينفعش الام عندها صاحب همم تروح لمتخصص يقول لها لا انت ابنك يعمل كذا، ابنك مثلا يغني، ابنك يلعب رياضه، ابنك يعني مش المفروض تروح لمتخصص، هي على حسب جهود الام في البيت. تمام. المهم طبعا الملاحظة الدقيقة للأم، لأن الأم أو الأسرة عموما هي اللبنة الأولى للطفل والمدرسة الأولى بالنسبة له، فطبعا ملاحظة الأم والأب الدقيقة منذ اللي هو الطفل هو من صغر سنه، فهيتفيد أكتر أو هنعرف جوانب الاهتمام بمجال الموهبة أيا كانت بقى، في منها مجال أدائي، مجال بصري. هنرجع لك تاني ونشوف دور بقى مراكز التأهيل بعد ما نكلم أحمد. أحمد أنا بهنيك على حفظ القرآن الكريم في سن 7 سنين. شكرا. هتكلمني عن القرآن الكريم يا أحمد؟ أتكلم عن القرآن؟ آه. القرآن
114 صورة و30 جزء، ونصف عدد سور القرآن 57 سورة من جزء المجادلة لحد سورة الناس. طيب هتسمعنا ايه يا احمد؟ ما تيسر من سورة العلق. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. صدق الله العظيم. شكرا يا أحمد. هنرجع لك مدام داليا والدة أحمد تكلمينا إزاي الروتين اليومي لأحمد في الحفاظ على حفظ القرآن الكريم. أهلا يا أيمن، إزايك؟ عامل إيه؟ أنا سعيدة بيك جدا، 6 ميداليات بحالهم يا أيمن، بسم الله ما شاء الله. كلمينا أمي أيمن عن بطولات أيمن والـ6 ميداليات خدهم إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيمن كان له موهبة اكتشفتها على سن 4 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيمن كان له موهبة اكتشفتها على 4 سنين، وبدأت أتنقل بيه من مراكز. عندنا مركز شباب في البلد بس ما سمحش إن أنا أروحه علشان ما فيهوش الإمكانيات المتاحة إن هو يتدرب فيها، فتوجهت لمركز نادي شباب شمبرت الميمونة. هناك المديرين بيرحبوا بيه، والكابتن بتاعه محمد شراجي أسسوا تأسيس عالي، وبدأ أول بطولة خدها ميدالية برونزية، كان أولها مركز ثالث، ميدالية ذهبية كان مركز أولاني، ميدالية الأصدقاء كان مركز أولاني ذهبية، وديت برضو ميدالية ذهبية حصل عليها، ودي شهاداته. أيمن كل دي ميداليات ذهب؟ واللي هي ميدالية ذهب. أوكي. ودي ميدالية حصد عليها في بطولة الجمهورية، خد فيها مركز تاني، فرق الكتل في زميلة لعبها بس كانت كتل أعلى من اللي هو لعبها، عشان هو كان أيمن ما اتدربش عليها في الأساس. برافو. فأخدها. ليه الكاراتيه؟ الكاراتيه في فئة من الفئة اللي هي من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. إن في أطفال من الأسوياء كانوا يعني بيضربوا العيال اللي زي دي، فقلت لازم أشوف له أي موهبة. موهبة الكاراتيه دي تبقى دفاع برضو عن النفس، ويدافع معاه في أي براهو. حتى ما يكبر ما يكون جاي من على طريق، عشان إحنا المسافة بيننا وبين المكان اللي هو بيلعب فيه يعني 4 كيلو كده، فبروح لها مواصلة. قلت ما ودي له يلعب في النادي دون شمبرت الميمونة. قد ايه وعي الام بيأثر في نجاح الطفل؟ يعني حضرتك وعيك ان هو محتاج دفاع عن نفسه، ومحتاج وجهتيه للرياضة اللي هي ممكن تفيده مستقبلا. ادهم، هاي هاي، ازيك؟ قولي بقى بتغني ايه؟ بتغني ايه يا ادهم؟ اغني فيها حاجه حلوه، واقرا اسمي
في الهجول. يلا بسرعة، فيها حاجة حلوة. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما نسيت سيادة فيها، إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة كل ما نسيت سيادة فيها، إن مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يزدان، صبي فول طعمية قصري، جوز بطاطا سخنة جدا، مصر أول يوم العيد، هدية بامبو لبس جديد، فن وسيما غنى تياترو، حفل تلاتة سيما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي بترو، نتري ملايقة رتخت غنى. برافو 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 يا ادهم، برافو. جايالك. استاذة هدير، كلمينا عن جهود الدولة للنهوض باصحاب الهمم. المايك. جهود الدولة للنهوض باصحاب الهمم. الحقيقة الفترة الأخيرة مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في لوح الاهتمام بذوي الهمم. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ خطوات جد جدا في الموضوع، لو على المستوى التعليمي فهو أنشأ 30,000 فصل لتعليم ذوي الهمم طبعا بأحدث الإمكانيات. أعتقد يا أستاذة هدير إن الكلية اللي حضرتك فيها، أنا بحسها في كلية علوم الإعاقة، والتأهيل ده في حد ذاته جهود دولة. أكيد. لأن أنا يعني أول مرة يعني نسمع إن الكلية دي جديدة. اللي هي فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. هي فريدة من نوعها. دي برضو من ضمن الكليات اللي بتأهل العاملين مع ذوي الاحتياجات الهمم. جدا. أكيد. أيوه. اكيد فيها اللي هو اقسام بجميع الاضطرابات والاعاقه. دي كان من ناحيه التعليم برضو. هو عمل رئيس من ناحيه التنميه المحليه، من ناحية الرياضه، من ناحيه يعني طبعاً. هو جهود الدوله متنوعه في جميع المجالات بصراحه، من ناحيه الرياضه فاعطى حريه لذوي الاحتياجات ان هم يمارسوا الرياضه الاحترافيه. طبعا اكبر أيوة. مثال قدامنا الكابتن ايمن. ايوه. عمل في صندوق الاستثمار الخيري، وده بيستفاد منه طاقه التكافل الاجتماعي. بيستفاد منها حوالي 12 مليون شخص. واشتغل على خطه مشروعك اللي بتشرف عليها وزاره التنميه المحليه. وحاليا الغير قادرين على عمل ذوي الاحتياجات ليهم دعم مادي بيقرب من حوالي 4 مليار سنويا. تمام. فمجهودات في الفترة الأخيرة، خطوات يعني في دعم ذوي الاحتياجات تشهد لها مصر. تمام. كنت عايزة، ظاهرة التنمر ضد أصحاب الهمم، القضاء عليها مسؤولية مين؟ ظاهرة التنمر مهمة جدا إن مؤسسة الدولة تتكاتف مع المدارس، مع النوادي، مع الإعلام بالأخص، مع الأسر، لأن هي مش مسؤولية فرد بعينه. ورئيس عبد الفتاح السيسي أخذ خطوة كويسة، مجلس النواب يعني طبق عقوبة الحبس أو الغرامة على الشخص المتنمر ده، ومن وجهة نظرهم إن دي أقل عقوبة إنها تقدم لهم. أيوة. لأن هي ظاهرة وانتشرت في الفترة الأخيرة جدا. لا بس أعتقد بقى في يعني بقى في معايشة، إن بقى في مدارس دمج، بقى في معايشه للاطفال اصحاب الهمم. يعني التنمر حالياً اعتقد ان هو دلوقتي طلبه في جامعه، وجهود الدوله هتخليه ان هو يعني يتلاشى. اكيد ان شاء الله المجتمع متقبلهم وبيعيش بدور طبيعي. اكيد طبعا. مدام داليا، تقولي ايه للامهات اللي عندهم اصحاب همم وبيخبوهم على الانظار؟ لا طبعا، احنا المايك. اصحاب الهمم عندهم مواهب كتير جدا، المفروض انها كل ام بتعرف ابنها ايه الموهبه اللي عنده. يعني انا بادئه بادهم، ادهم بدات بيه. يعني انت تفتكري بيخبوهم ليه؟ هم خايفين من المجتمع، عشان المجتمع ما فيهوش توعيه. طب ودلوقتي مع جهود الدوله، و يعني جهود الدوله يعني جهود الدوله يعني قايمه على موضوع الدمج وموضوع ودمجهم في وسط كلاسات وكل حاجه كلاسز وكده. برضو عندنا الامهات نفسهم، ما عندهم امهات اللي عندهم الولاد النورمال ما عندهمش وعي، دايما بيقول لهم بيخوفوهم منهم. فاحنا عايزين توعيه بقى ان دول
زيهم زي ولادكم دول عاملوهم لا هو دي مش موجوده. الموجود ان هم الدنيا المجتمع كله بيقول اه الولاد هندمجهم هنعمل، بس ما فيش توعيه ان دول ايه. تحرك اكبر دليل على التوعيه هو انشاء كليات جديده بالتخصص ده، يبقى هو ده. فطبعا احنا في طريقنا، انا بتكلم ان دلوقتي الناس في طريقنا للتوعيه، وفي طريقنا ليه ان الاطفال يبقى في معايشه حقيقيه. ايوه بس انا بقول لك ان بيخبوهم ليه؟ بيبقوا خايفين من المجتمع عليه، لان برضو في، بس طبعا احنا دلوقتي اتغيرنا كتير حضرتك. من الاول يعني من فتره طويله جدا كان طبعا بيخبوا اكتر من كده، لا احنا دلوقتي ولادنا مدخلين، يعني انا بنزله المدرسه بيبقوا فرحانين بيه جدا. ياخد ميداليه المدرسه كلها تحتفل بيه طبعا بصراحه. يعني انا يعني بقول لك يعني كذا مره المدرسين الاولاد في المدرسه النورمال عيد ميلاده يجيبوا له تورته ويعملوا له عيد ميلاده. يعني عارفه هم بصراحه الدنيا بقت احسن كتير، وهو مدمج معاهم، يعني هو بيتعامل مع الولاد زي النورمال بالظبط الحمد لله. والده احمد عايزاك تقولي لي الروتين اليومي لاحمد عشان ما ينساش القران. هو احمد دلوقتي يعني هو الحمد لله هو خاتم القران مرتل ومجود، بس دلوقتي هو بادئ بقى في القراءات. فان شاء الله عندنا في دار الصباح في المنتزه الشيخ فرج عبد الحميد والشيخ علي عمر احمد الملاحه، هو ماشي معاهم بقى بيحفظوا القران تقريبا جزئين في اليوم، منها مراجعه ومنها ان هو بقى بيحفظ ايه، بيبدا بقى حفظ القراءات عشان يبدا في القراءات العشر ان شاء الله. بالنسبه للمتون هو معاه متن التحفه ومتن الجزريه، حافظهم برده على ايد الشيخ علي عمر احمد الملاحه. يعني هو بيقرا بالسبع قراءات؟ انا اقول لحضرتك هو بادئ يحفظ في القراءات، لسه بادئ بيتعلمهم. بادئ فيهم لسه لسه، يعني هو دلوقتي حافظ بروايه حفص عن عاصم ان شاء الله، ديت الروايه اللي هو الروايه اللي احنا بنقرا بيها كلنا، لكن بادئ بقى في القراءات لان هم 10 قراءات. طب نسمع حاجه بروايه حفص عن عاصم. ما هي مرتل أقرأ. سورة برواية حفص حضرتك. حاضر. برواية حفص. مش حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدبدب عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. مدام داليا، احمد ان شاء الله شايفاه بعد كام سنه، بقى شاب صوته حلو وقال لك عاوز اغني، قلت له ايه؟ هو ممكن من الانشاد، انشاد ديني يعني مدح في حب الرسول، لكن كغناء غناء لا طبعا مرفوض طبعا. ادهم هتقدم لنا ايه دلوقتي؟ اغنيها هتقدم في الوجود. انا كنت عارفه انك بتمثل، انت بتمثل فعلا؟ بتمثل؟ بتمثل ايه؟ رضوان البرنس. عايز اقلد رضوان البرنس. رضوان البرنس؟ يلا معاك، يلا قلد رضوان البرنس معاك. رضوان البرنس بقى انهي جزء بقى؟ الضرب. جزء الضرب مفيش حد يضربه. مفيش حد تضربه، انت هتقلد حاجه من غير ضرب. الكلام هتقولي الكلام بس؟ قولي الكلام. طب قولي الكلام. انا رضوان البرنس ابن حامد مصطفى عسقري الله يرحمه، عايش كل وسطكم ولا حد ومن ايدي على حد، ودول اخواتي الاسر ومرته ابني، حتى بنتي رموها بالشارع وجار النهارده ب3 مليون جنيه، بيقول تحيه مني ليك، ودي
تعالي من نيكو حلاوة خروجه في سلامة في السجن دي طبعا بس حتى مريم أبوها رأيها أنتم واد فضلوا خوله يا الله. برافو برافو. دكتورة هدير، لا خلينا بقى مامة أيمن. مامة أيمن حابة تقولي إيه للمسؤولين؟ احنا بنشكر برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو عمل جهود كتير لذوي الهمم، بس كان ايمن له قبض 400 جنيه بيتقاضاه. ال 400 جنيه دول خدهم يعني 4 شهور واتفاجئنا ان هم انقطعوا فجأة. فبنسأل وبعتنا شكاوي لوزارة التضامن وعبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، محدش بعت لنا اي رد مقنع ويقولوا ان لو واحده يعني لا مؤاخذه عندها ذكر بط العيل اللي زي دي ما ياخدش ريت. مين اللي عرف؟ اللي هم كنا بنروح نسال عليهم في الشؤون. أكيد وهنا مش وهنا اكيد مش اليومين دول. لا ده ده اليومين ده دول ده قبل العصر الذهبي. لا اليومين دول انا اصحاب الهمم بروح الشؤون بدل المره كذا مره اسال انقطع ليه. طب يدونا رد مقنع ان هم قطعوا قبضه، ما حدش بيدينا رد. ما يعني بجد ما بيرضوش يقدم لي تاني. في اجراءات حضرتك باجراءات بتتبع لتنفيذ المعاش وتنفيذ الحاجات دي، وغير كده وفي ناس بتبقى يعني مرشد ليكي ان بتعملي ايه وتروحي فين. زي مدام داليا بتقول في تكافل وكرامه قدمي عمل، لان هم عملوا نفس الموضوع. لا والله عملته وقطعوه. وقطعوا القبض. اعملي تظلم. انا عملت تظلم. اعملي تظلم وتابعي تبعي التظلم. وغير كده ال 400 جنيه دول هيصرفوا هو ان شاء الله باذن الله هيشربوه. هو ان شاء الله باذن الله بعد الهوا حضرتك هتشوفي مدام داليا عملت ايه ومدام داليا عملت ايه وتعملي زيهم وتمشي على نفس الطريق اللي هم ماشيين. عملت اللي انتوا حضرتك. لا هو حضرتك محتاج بس شويه وعي. حضرتك بعد الهوا كلميهم. اوكي. دكتوره هدير تكلمي. استاذه هدير تقولي ايه لكل الامهات اللي عندهم اصحاب همم؟ انا بقول ليهم ان هم اول حاجه هي الاعاقه، اعاقه فكر مش اعاقه جسد، تمام؟ وكل واحد بيبقى ليه قدرات، مهم ان احنا نستغلها. واجب الام انها تعرف فين جوانب الكسور وجوانب القوه عند الطفل وتشتغل عليها. في ظل فتره كورونا طبعا ما فيش نزول من البيوت، او مثلا لو كان طفل بيروح مراكز او بيروح نوادي فحاليا قاعدين، تقدر انها يعني ابسط حاجه انها تستعين بالانترنت تشوف ايه، تشتغل اكتر على اعاقه ابنها او على المشكله الموجوده عنده وتبحث معلومات عنها وتقدر تشتغل عليها. دقيقه واحده، حاسه بدور الدوله؟ طبعا حاسه بدور الدوله. طب كلمي اديها لك في دقيقه عشان وقت البرنامج. مدام داليا حاسه بدور الدوله؟ اكيد طبعا حاسه بدور الدوله. ابنك؟ طبعا اكيد. 2018 عام احتياجات الخاصه فغير كتير جدا. جميل. مدام داليا حاسه بدور الدوله؟ طبعا حاسين بدور الدوله جدا، وخصوصا للمكفوفين. بس يا ريت يا ريت يكثفوا من المكفوفين ان هم يزودوا لهم الكتب بطريقه البرايل عشان معرفتهم بس تزداد ان شاء الله. علشان برضو ايه، لان هم بيبقوا عايزين يقراوا لكن ما فيش كتب بطريقه برايل. هي ديت الطلب نفسها. دقيقه واحده، حاسه بدور الدوله؟ انا حاسه بدور الدوله بس بتبقى في المدن فقط لا غير. انما الارياف اللي هم الفئه اللي من زي دي يعني ملهاش اي دور خالص ان هم يسالوا عليهم في اي حاجه. واكيد احنا بنناشد الدوله انها تهتم بالقرى، وهي الا يعني هي اكيد مهتمه، لان كان في حمله اهتمام ووضع اصحاب الهمم اندر ذا سبوت يعني لكل الدوله. فطبعا هم بنناشدهم ان هم يزيدوا من اهتمام باصحاب الهمم في القرى. اوكي اتفضل. وغير كده ما بتلفف مثلا في الكرة دي في بيبقى في كل بيت نوعية من دي 2 و3 في قلب بيت واحد، ممكن يكونوا اخوات ومحدش حاسس بيهم. ما هي دور على الام. ما الام ما حدش حاسس هي... بيهم. لا الام ما زي ما حضرتك زي ما حضرتك بتهتمي بايمن، هي الام تهتم. بصي اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا الام ثم الام ثم الاسرة ثم الدولة. الام تهتم، الأسرة بتحافظ، الدولة بترعى.
بشكركم اعزائي المشاهدين النهارده، دي كانت حلقتنا النهارده مع اصحاب الهمم، وعايزه اقول لكم احنا لسه في هاشتاجنا بتاع الحلقه اللي فاتت، نشاطنا من بيتنا ينمي موهبتنا. طبعا بطلب منكم كل ام تعمل فيديو مع ابنها في البيت، نشاط رسم، نشاط غنى، نشاط رقص، نشاط تمثيل، ابعتي لي الفيديو على صفحه ميمه الفايق، هتنزل دلوقتي على الشاشه احسن فيديو وافيد فيديو، اللي هيبقى فيه جايزه للام من شركه لاروز للمطاعم وتجهيز المطاعم والفنادق. وموهبه الطفل هيتواصل مع صناع النجوم في شركه بتول اف ام الانتاج الفني. بشكركم اعزائي المشاهدين، اشوفكم على خير الاحد القادم ان شاء الله، هتستنوني على المحور، دمتم لي، تحياتي.